السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل، بتقدر تديله التكست هو يحوله لصوت ويركبه على شكل معين يخليه ان هو يتكلم. طيب خلينا نبدأ، اقول له let's start. هو بقى بياخد الكلام ويبدأ يركبه بحيث ان شفايف تتحرك وكسورة تتحرك زي ما انت شايف. انت ممكن تختار مثلا الشكل دوت او الشكل دوت، او انت تحمل صورة من عندك من على الجهاز وتخليه يتكلم اي كلام انت عايزه. ممكن تيجي من هنا وتقول له اد نيو اوديو وتكتب بقى اي تكست انت عايزه. هاي اي ام عمر سليم، تمام. وتبدأ بقى تختار الشخصية والايموشن وجنريت اوديو. طبعا لو انت مشترك بفلوس بتلاقي اختيارات كتيرة جدا زي ما انت عايز. HI I'm Omar Saleem. 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 تقدر طبعا تعمل جمل طويلة زي ما انت عايز. هنا بيعرض لي بقى الخدمات اللي هو بيطمح ان هو يعملها. ممكن تصور اي فيديو، وهو بيخلي الفيديو مش ثابت، يعني مش الفيديو تركب عليه صوت، لا الشكل نفسه والشفايف بتتحرك مع الكلام اللي انت بتقوله. طبعا ممكن تعمل اكتر من صوت في نفس الوقت، وفي لغات كتيرة جدا ان شاء الله يدعم العربي قريب. بس ده يعني موقع ظريف وسهل جدا في الاستخدام، يا رب بس تستخدمه في الخير، ما تستخدموش في حاجة تكون مؤذية.